مشاهدين انفاس بريس داخل المغرب وخارج المغرب، اليوم كنتواجدوا بمدينه البهجه، مدينه مراكش، وبالضبط بسيدي موسى. احنا ضيفان عند كوب بلغرام، غنعرفوا كيفاش جات المشاركه ديالهم في برنامج ستاند اب، وكذلك الرد على احدى المشاركات اللي اتهمتهم بانهم خدموا باك صاحبي توسط لهم عبد العزيز الساتي عند محمد الخياري باش يوصلهم يعني لابعد حد في البرنامج، يعني نهائيات برنامج ستاند اب. السلام عليكم. السلام ورحمة الله، ومرحبا بك عندنا وليدي في الدار، ونهار زين هذا ونهار كبير من اللي شرفتينا وجيتي عندنا. الله يكبر بيك. الله يك... تاتي مرحبا بك عند أنفاس بريس. مرحبا بي عندكم، وتاتي مرحبا بكم عندي. كيفاش جات المشاركة ديالكم برنامج ستاند اب؟ شكون اللي كانت الفكرة ديالو؟ واش انت ولا ديال الراجل ديالك؟ الفكرة ملي بدا الإشهار، الفكرة ديالنا بجوج، أنا والراجل، أنا وراجلي. ملي شنا حنا الإشهار في التلفازة كاين ستاند اب، صيفطنا لهم داكشي اللي قالوا، عيطوا علينا، مشينا عندهم دوزنا الكانسين تقبلنا. نهار اللي الحق ستاند اب مشينا للأكاديمية تقبلنا، كانت عندنا فكرة زوينة، وحنا القصد ديالنا ماشي مشينا ستاند اب باش نربحوا 20 مليون ولا لا، حنا 40 عام والراجل ديالي في الدومين هو والهناوات الله يوليهم برحمة الله، كانوا هما ثلاثة الخوت خدامين كيقولوا يدير الفكاهة كيخدموا. نهار اللي حيدوا ماتوا الهناوات بقى الراجل ديالي، جاب الثنائي ديالو ما تفاهمش معاه، خرجت معنا للدومين 38 عام دابا، وانا كندير فكاهة انا وراجلي وتنضحكوا الناس مع كنضحكوش الناس على شي على شي حاد ولا داك الشيء. حنا واخا ما قاريينش، موهبة عطا لينا الله، كطيح لنا الفكرة بلا ما نكتبوا بلا ما نقراو. وما خفتوش ان 40 عام ديال الدومين وتمشيو يعني تشاركوا في ستاند اب، يعني ما تمشيوش شي مراحل اللي هي مثلا حتى النهايه، ان يعني تضربوا ديك 40 عام كامله ديال الدومين الفني في الزيرو؟ لا، حنا جاتنا عادي. علاش؟ حنا حيتنا عندنا تجربه في الدومين، حنا ما بالقصد ديالنا ما مشيناش على 20 مليون، مشينا باش نربحوا الثقه ديال المغاربه، حيت الاسم ديالكم بالغرام ما معروفش بزاف، وحنا مشينا باش تشاهدنا 40 مليون ديال المغاربه في الاولى باش يعرفوا راه باقي الفكاهه، وكاينين الناس اللي كي واخا ما قاريش عندهم موهبه، والحمد لله ربي ما حاشمناش. ولكن نتوما ديجا انكم دزتوا لي باساج في التلفازه بحال مراكش دوغير؟ اي، دزنا ميراج الضحك، دزنا في الاولى، دوزنا في صنع الفرجه، كنخدموا في خشبات، خدمنا في ميغاراما في الراف دار بيضاء، خدمنا في مسرح محمد الخامس في الرباط، خدمنا في قصر المؤتمرات في مراكش. المهم حنا كنخدموا ماشي بحرقنا، كنخدموا، عندنا تجربه في الدومين، عندنا تجربه في الخشبه، فاهم انا وراجلي ما تنقراو ما والو، ولكن الحمد لله كان موهبه من الله تعالى، والجمهور قبلنا واستقبلنا وضحكوا لينا ووقفت اللجنة وشرفونا وكبروا بينا. كي كانت المعامله داخل اكاديميه ستاند اب؟ المعامله كانت مزيانه، مهلين فينا، كاين الاحترام، كاين الادب، كاين الاخلاق، كاع دوك 18 واحد اللي كانت في الاكاديميه كلها الحمد لله فيها الاحترام، عارفين احنا ناس كبار مشرفينا مقدريننا، الماكله في الوقت، الحفاظه في الوقت، الحمد لله. ولكن خرجت احدى المشاركات قالت بان انت ما قارياش، وكنتي بغيت تصيفطي شي اوديوات صيفطتي ليها يعني ليها هي بالغلط، يعني بان الساتي الفنان ديالنا عبد العزيز باش يتوسط لكم عند محمد الخياري اللي كنوجهوا ليه تحيه من هذا المنبر هذا، يعني باش تمشيو لابعد حد في برنامج ستاند اب. هذه الهضره ما كايناش، اولا انا ما كنعرفش نصيفط في التليفون، هذه الاولى، والقصد ديال هاد السيده باش هزت التليفون من وسط حوايج تليفوني، تهز من وسط الحوايج ديالي ماريو، مطوي وسط الحوايج الوقت اللي هوت انا نصور، شديت التليفون ديالي ودرت وسط حوايجي وهوت نصور. انا اولا هي كتقول لهم صيفطت انا هاد الاوديو، صيفطته بالغلط لا هي، كنت بغيت نصيفطو لشي واحد وصيفطته ليا، انا اصلا ما قارياش وما كنعرفش نصيفط، هذه الاولى. والقصد هي باش هزت التليفون ديالي وقلباته، هي عارفه وانا عارفه، ولكن انا ماشي بنت الحرام. ما تقوليش لينا حنا؟ لا، عمري ما نقول، انا ماشي بنت الحرام، انا بنت دارنا، وهي واخا الله يسمح ليها راه دارت لي مشكل مع عائلتي، شتات لي عائلتي، الرجل ديالي من نهار جينا من ستاند اب هز باليسو لحد الان ما عرفتوش فين زاد. حنا كنا اتصلنا بك باش انك تكوني انت والرجل ديالك يعني باش تشرحوا لينا، ولكن اليوم كنجيو كنلقاوك غير انت، وكنلقاو يعني السي عبد الله ما كاينش. السي عبد الله من نهار وقع المشكل ملي جينا من ستاند اب تصدم، علاش؟ حيت هاد السيده كونت لي مشكل اعز اصدقاء عنده،
اولا الخياري وثانيا عبد العزيز ستاتي، وهي كتقول عبد العزيز اتصل لينا بالخياري باش يوسطنا، حنا اللي عنده شي موهبه عنده واللي بغى يوصل شي حاجه غتوصلوا كلامه والهضره ديالو. وهاد السيده اللي هي كتقول عبد العزيز، عبد العزيز راه كيعرفوا راجلي، بقى هي ما كايناش، بقى مازال من كرش امها وكيعرف الخياري، وراجل راه محترف في الدومين، راه عنده في عمره 60 عام و40 عام وفي الدومين، والله يسمح لها. دابا السي عبد الله كما قلتي الزباليستو، يعني مين جيتو من ستاند اب ما عرفتوش لحد الان؟ لحد الان قال لك انا السيده دارت لي مشكل مع صحابي وعز اصدقاء عندي، دارت لي معهم مشكل. دابا اول حاجه انا غنقول الله يسمح لك، راه شتي لي الشمل ديال عائلتي، راه ملي جينا راجلي هز باليستو لحد الان ما عرفتوش فين مشى، ما عرفتوش ميت ولا حي، ما دام على تليفون ما دام على حتى حاجه، خرج ما عرفتوش فين زاد لحد الان. ولكن نتوما هضرتو مع ستاتي؟ هضرنا مع ستاتي، راجلي ديما كيهضر مع ستاتي، ديما كيقول لك يدير لاباس عليك بخير عادي. يعني ما جبتوش ان باش ستاتي توسط ليكم ولا؟ حنا ولدي اللي غتوسط لينا الهضره ديالنا والكلام ديالنا والضحك ديالنا هو اللي غيتوسط لينا، وهي الله يسمح لها، هادشي اللي غنقول لها. وهي اللي واحد الحاجه قالتها ثاني، قالت لهم ملي مشاو للاكاديميه ما داو معاهم حتى شكيتشات. ها يعني شكون اللي كيكتب ليكم نتوما؟ حنا ما كنكتبوش، حنا كنحفظوا، حنا ما قارينش، ما كنكتبوش كنحفظوا، وكتنزل لنا الموهبه من الله وكنحفظوا، والكوش ديالنا ما لقاش معنا مشكل. نهار الاول دينا خمسه شكيتشات، وهاد خمسه شكيتشات عندنا عليهم الدليل بالما حنا كنخدموا بهم في الحلقه وكنخدموا بهم في الخشبات قبل من منين كنت يعني كنتحاور انا وياه، قلتي لي راه ولدنا هو اللي كيعاوننا في الكتابه. تيعاوننا ولدنا في الكتابه الا بغينا بحال كندوزو في التلفازه او بغينا ندوزو في شي مهرجان، كيعاوننا ولدنا في الكتابه، كيصحح لنا الحاجه اللي ما غداش اللي ما غتقالش والحاجه اللي غتقال. يعني مشيتو ستاند اب غاديين بخمسه سكيتشات ديالكم، يعني ولدك كاملين هذوك خمسه سكيتشات هو اللي كاتبهم هو اللي مصححهم هو اللي؟ ولدي هو اللي كتب لنا خمسه سكيتشات، وقبل ما ملي كتب لنا ولدي قبل ما نمشيو ستاند اب صيفطوا لينا، ملي قال لنا ولدي راكم تقبلتوا غاتكم صيفطوا لنا خمسه سكيتشات، كتبهم ولدي وصيفطهم ليهم، وملي صيفط لهم سكيتشات عاودوا دازت واحد السيمانه دوروا لنا قالنا راكم تقبلتوا نهار الفلان الفلاني راكم غادي تجيو. حيت هي قالت بانك انتم ما جبتوا حتى سكيتش والو. اولا حنا داك السكيتشات اللي حنا جنا اللي ديالنا حنا معروفين بهم كنخدموا بهم، وما عاطينش لشي واحد وما كنضحكوش على شي واحد، كنقولوا كلامنا ديالنا الموهبه من الله تعالى. والدليل انا غادي نوريهم لكم، دابا باقيين مقيدين عندنا في التليفون ديالنا، كاين سكيتش ديال السيلي باطير هو اللي بدينا به بالاول خدمنا به في ستاند اب، وكاين سكيتش ديال العرس المبرزيط العراس راه درناه ثاني في الدوره الثانيه، وكاين سكيتش ديال العيالات اللي وحده ما كتصنت لوحده حتى هو راه خدمناه وتفرجوا فيه المغاربه. ثم تم الاقصاء ديالكم في البريم الثاني. في البريم الثاني، والسبب هي هاد السيده، هي سبب، هي سببنا، انا وكلت عليها الله، هادشي اللي غنقول لها. حيت هي عندها اولادها وانا انا عندي ولادي، واخا شتات لي الشمل ديالي انا ما بغيتش نكون لا سبب في الشمل ديالو نشتو ليها، انا بنت الناس وبنت دارنا، وعلاش السبب علاش جبدت هي تليفوني راه هي عارفه وانا عارفه اشنو السبب اللي خلات تمشي وتجرع وتهز تليفوني من وسط حوايجي، وهي كتقول لهم الا راه صيفطت الفيديو بالغلط، انا ما كنعرفش نصيفط، ما قاريش ما كنصيفطش. وهي كي كانت المعامله معاكم في الاكاديميه؟ كلش دخل سوق راسو، حنا ملي كيجي عندنا الكوش ديالنا كل عنده كل كيحفظوا بالشكيش ديالو، وهما كيكتبوا حنا كنحفظوا، حنا الكوش ديالنا كيسبقنا حنا الاولين، كيقولوا انتم ناس كبار حفظوا معنا، نبدا معاكم نخدم معاكم انتم الاولين، سيروا تنعسوا تستراحوا عاد نبدا مع دوك اللي قاريين. وهي اول حاجه بعدا كني نهار جات اللجنه اللي غادي تشوف الشكيتشات، حنا الشكيش ديالنا الاول ما حيدوا لنا منه حتى حاجه، حيدوا لنا منه كلمه واحده هي اللي قالنا ما تقولوش، وهي حيدوا لنا نصف الشكيتش، وحنا ماشي السبب ديالها في الايقصه باش تقصات، راه اللي عنده واش واحد 40 عام في الدومين عنده خبره في الدومين، بحال واحد يلاه ناض من دارو كتب شكيت جال ستاند اب بغا يقول انا فوكاهي، راه ما يمكنش، راه مستحيل يتحمل العقل. وهي كانت باركه معاك في شومبر واحد؟ باركه معايا في شومبر واحد، هي واحد البنت من سلا هي كتنعس وسطنا، وانا دايرها بناتي هما بجوجات وانا اكبر منهم دايرهم بناتي، وانا ما عنديش ديك الفكره ديال حاجه راه حنا غادي لستاند اب مسابقه باش غادي ندي 20 مليون، لا انا ما عنديش هذه الفكره بتاتا. انت قلتي لي بان ما كانش الهدف ديالنا نديو 20 مليون. انا الهدف ديالي كنقولها ونعاود نقولها، الهدف ديالي نربح الثقه ديال المغاربه باش يعرفوا الكوب بالجرام ويتفرجوا فينا ويتابعونا ويدخلوا للقناه ديالنا ويقلبوا على الكوب بالجرام.
هذا هو الهدف ديالنا حنا لا انا ولا راجلي. وراجلي اطيب انسان واطيب خلق الله، ما يهزش فيك العين اولا، شي كلمه قبيحه ما تسمعش منه وعمره ما كيهز العين في بنت المراه. انا كنعرف السي عبد الله للاسف كنا اليوم كنا باغي يكون معنا، ولكن للاسف كنتمنوا خير ان شاء الله هذا الشيء اللي قسم الله خير ان شاء الله بيه. وهي الله يسمح لها رساله غنقول لها انت الا درتيها انا راه ما نديرهاش، واللي غنقول لك راه كلت معاك الطعام وحسبتك بنتي ما حسبتك شي وحده غير مشاركه نفس ستاندارد. انا ما نسمح لك لا دنيا ولا اخره حيت شتيتي الشمل ديال عائلتي. انا راجلي راه ما عرفتوش واش ميت ولا حي، انا ما سامحاش لا دنيا ولا اخره. وداك الشيء علاش هزيتي تليفوني، انا ما بغاش نفضحك ولكن كاين الله احسن من كل شيء. وهذا الشيء هذا هو الكلمه الاخيره اللي غنقول لها، وكلت عليها الله.